الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة اللي بيروج ليها اعلام النادي المنافس. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على طول على اول فقرة معانا، وتدليس وتغيير دائم للحقائق. معرفش ايه وجه المقارنة ما بين ضربة الجزاء بتاعة عمرو السولية اللي فيها شك بنسبة 1 في المليون، وما بين ضربة الجزاء اللي كانت في بداية الموسم في مباراة الزمالك وإنبي، ضربة الجزاء واللقطة اللي كان فيها مصارعة حرة مباشرة موجودة في منطقة الجزاء عن طريق بطلها إمام عاشور، بالرغم ان إمام عاشور ما لمسش الكرة ولا لعب الكرة، وإمام لعب على جسم لاعب نادي إنبي، وحكام وخبراء التحكيم في الاستوديوهات قالوا ان ضرب الجزاء. ومع هذا بتجد كمية من المدلسين اللي يقول لك دي زي دي، ولا كمان مش دي زي دي، ده يقول لك ده بتاعت عمرو السولية اكتر ضربة يعني واضحة ان هي ضرب الجزاء عن بتاعت نادي انبي. للأسف الشديد احنا وصلنا لمرحلة الى ان اللي بقى بيظهر في الاعلام هم المدلسين، او بعض عشان ما نجمعش، بعض بيحاولوا يدلسوا الحقائق في الرياضة، بيحاولوا يدلسوا الحالات التحكيمية اللي انت شايفها بعينك، يقول لك لا 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 دي مش ضربة جزاء، وبرضو حالات تانية تكون شايفها بعينك وعارف انها ضربة جزاء وخبراء التحكيم اكدوا على انها ضربة جزاء، لا 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 دي مش ضربة جزاء. هو بيقيم بناء على هي التيشيرت كان لمصلحة مين، او الحالة كانت لمصلحة مين، لمصلحة التيشيرت الابيض ولا كانت لمصلحة التيشيرت الاحمر. لاقي شادي عيسى اللي فرقته ملهاش علاقة بدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، شادي عيسى شايف أو قال على صفحته هكذا ظهر مهدي عبيد مرة أخرى، لكن هذه المرة حكم فار لمباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء. عايز بس أرد على الأخ شادي عيسى في شقين. الشق الأول إن مهدي عبيد الحكم الجزائري حكم مباراة الترجي اللي المحرر اللي كان في برنامج بلية الدلدول وراح زور جواب وقالف جوابه فبركه، وقال لك ده الجواب بتاع الرشوة بتاع مهدي عبيد الحكم الجزائري، ووداه للإعلام التونسي والدنيا اتقلبت في تونس. وللدلوقتي الراجل ده يعني مش الراجل، الشخص الحقير ده بيطلع في الإعلام وبيطلع في الاستوديوهات كبيرة، كمان قنوات كبيرة بيكافئوه على اللي عمله مع النادي الأهلي. المهم خرج جمهور الزمالك والسوشيال ميديا والآلة الإعلامية لنادي الزمالك في الوقت ده وقال لك الأهلي بيرش الحكام وشطب الحكم الجزائري. أعتقد عودة مهدي عبيد لإدارة مباريات كبرى في تصفيات كاس العالم قطر 2022 وإدارة مباراة بحجم الأهلي والرجاء حتى لو عن طريق تقنية الفار، ده أكبر دليل وأكبر رد على المدلسين إن الراجل دوت ما كانش فيه رشوة ولا كان فيه أي حاجة تشوب هذا الشخص. الحاجة التانية اللي هرد فيها والشق التاني اللي هرد فيها على شادي عيسى، يا شادي انا اعرف انك تتكلم لما يكون فرقتك موجودة من ضمن الثمان فرق. هو يا جماعة حد يفكرني كده في الكومنتات ايه موقف الزمالك في البطولة السنة دي، اصلا انا مش فاكر الزمالك عمل ايه بصراحة. طلع تالت باين ولا حصلة تالت صح؟ تالت. فحد يوصل لشادي عيسى، يمكن هو لسه رمضان ما وصلوش، كل عام وانتم بخير، حد يعرفه ان الزمالك ما كسبش ماتش في دور المجموعات، ان الزمالك ما جابش غير 3 جوان، ان الزمالك اللي فرق بينه وبين حصلت المجموعه نقطه يتيمه. فيا شادي ركز مع فرقتك السنه الجايه ان شاء الله، وبرده هيبقى اخرتكم دور المجموعات. طيب ده بالنسبه لشادي عيسى. النهارده قناه النادي الاهلي بتضرب المثل للكل، قناه النادي الاهلي عاملين برنامج بما اننا في رمضان كل عام وانتم بخير اسمه رد الجميل. البرنامج ده مش رد الجميل للعبة الاهلي بس، لا للعبي الكرة المصرية دون اي انحياز لاي لون او انتماء. النهاردة كانوا مستضيفين مين يا جماعة؟ كانوا مستضيفين احمد الكاس الرمز الاسكندراني الجميل، وواحد من نجوم نادي الزمالك في فترة من الفترات، لكن قبل كده كان نادي الاولمبي السكندري. بالرغم انه زملكاوي الا قناة النادي الاهلي استضافته. قناة الاهلي بتستضيف الناس المحترمة، مش الناس مثير الفتن زي بلية الدلدول ومن شابه،
مش الناس بتوع التدليس وتزييف الحقائق وتغيير الحقائق، لكن الاهلي وقناه الاهلي بتضرب المثل للكل ان في عندنا رموز محترمه زي احمد الكاس لابد ان احنا نستضيفه ونرد له الجميل، اللي زي احمد الكاس، اللي زي حسن شحاته، اللي زي الغزال رحمه الله عليه، كابتن ابراهيم يوسف، كابتن طه بصري رحمه الله عليه، في عدد كبير من نجوم الزمالك يستحقوا التقدير والمدح اكيد. عايز اقول لك ان من قمه التدليس برضو ان بيليا الدلدول يطلع يقول بعد ما فرقته طلعت من بطولة افريقيا بخفاي حنين، يطلع يقول ان النسخة دي كانت اضعف نسخة في بطولة افريقيا عشان يدلل على خروج ناديه منها، وعشان يضغط على اللعيبة بتاعته عشان يجددوا او يتنازلوا عن بعض البنود. للأسف الشديد احنا بنتعامل مع اشخاص وصلت الى بئر الحقارة. والله شخص السنة اللي فاتت ايه ده، من شهور قليلة في شهر 8 تقريبا اللي فات طلع بطولة الدوري اقوى من بطولة الدوري ابطال افريقيا، بعدها لا ده بطولة الدوري ابطال افريقيا هي اقوى بطولة ممكن نشوفها، بعدها بيهاجم اللعيبة بتاعته عشان خرجوا حصالة او مقارب الحصالة في البطولة، وازاي تطلعوا بالشكل ده وبتطلبوا برواتب اعلى وبتطلبوا بملايين وبتطلبوا بمستحقات مالية. فاحنا بنتعامل مع اشخاص متلونين وفق المصلحة، اللي بيقولوا امبارح ممكن يقول عكسه النهاردة وممكن يقول عكسه بكرة، ما تفرقش. ودي الشخصيات اللي بقول لك وصلت لبئر الحقارة، دي جايبة الحقارة من تحت، من تحت قوي كمان. الأستاذ حسين لبيب رئيس لجنة الزمالك السابق، لجنة المؤقتة، عمل شرط جزائي في عهد زيزو. وهنا السؤال لحسين لبيب، طالما عملت وارتضيت ان انت تعمل شرط جزائي في عهد زيزو، ليه طلعت في الإعلام وعملت فيها الأسد الجسور؟ وطبعا الجمهور قاعد يسقف لك وقتها وقال لك الله عليك يا اسد، الله عليك يا ذكر، محدش يلوي دراع النادي. ليه مع بن شرقي ما عملتلوش شرط جزائي في عقده زي ما هو عايز، وليه مع زيزو عملتله شرط جزائي زي ما هو عايز؟ دي معضلة لازم نعرف السبب، لان اذا عرف السبب بطل العجب. هلا ان احمد سيد زيزو وكيله مصري وان بن شرقي وكيله مغربي، انا بسأل سؤال، ليس هناك سمة أي اتهامات للسيد حسين لبيب، لكن أنا بسأل سؤال، شمعنا مع زيزو عملت له شرط جزائي، وشمعنا مع بن قلبي قلت لا أبدا عمرها ما تنزل الأرض أبدا أعمل شرط جزائي؟ وإحنا نادي سيكي ميكي يروح ويجي؟ لا، إحنا بنعمل شروط جزائية، نادينا أشرف مش شرف، ما بنعمل شروط جزائية. وفي نفس الوقت عملت شرط جزائي من غير ما تقول لحد في أحمد سيد زيزو. الأستاذ عمر الأيوبي بيتكلم على الشلالية في التحكيم المصري، وقال لك الشلالية هتدمر التحكيم. أستاذ عمرو الأيوبي أو عمر الأيوبي اللي هو هيتم تعيينه كرئيس تحرير في قناة الزمالك، واللي كان سابقا رئيس تحرير في قناة الزمالك أيضا قبل حل مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، عايز أقول لأستاذ عمرو الأيوبي مش الدرديري، إن يا أستاذ عمر الزمالك وقانون الاحتواء اللي اتطبق من السنة اللي فاتت لحد النهاردة اعتقد هم سبب رئيسي في تدهور وتراجع مستوى الحكام المصريين، لدرجة ان في حكام مشبوهين فسد رشاة بيرتشوا ومع هذا راحوا كاس العالم. احنا حكامنا ما وصلوش للدرجة دي، احنا حكامنا بس بيحتووا، حكام بتوعنا شطار في الاحتواء، لكن الاحتواء ما بينفعش في الكورة. فتخيل يا أستاذ عمر يا أيوبي، النادي اللي بيكسب بطولة دوري كاملة بالحكام خد 13 نقطة والنادي المنافس اتخصم منه 15 نقطة بالحكام، فيطلع علينا عمر الأيوبي النهاردة يقولك الشلالية هتدمر الحكام. لا، مش الشلالية اللي هتدمر الحكام، قانون الاحتواء بتاع بكابورت وبتاع عصام هناء، هم دول اللي هيدمروا الحكام وهيدمروا التحكيم مش حاجة تانية. طيب النادي الأهلي في أول رد فعل ليه موضوع كهربا،
رد فعل رسمي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ طارق أنديل قال إن النادي الأهلي الشؤون القانونية دلوقتي بتدرس قرار الغرامة بالنسبة ليه كهربا، وقال إن في لجنة قانونية داخل النادي الأهلي بتتابع ملف الغرامة اللي اتفرضت على كهربا، وقال إذا كان في أي شيء على النادي الأهلي أو على اللاعب فالنادي الأهلي هيسددها، لكن في قانونيين دلوقتي بيدرسوا الأمر في الفترة الحالية والملف يخصهم هم، وهم اللي هيقولوا الخطوة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي، هل هيكون في طعن بعد كده ولا هيتم دفع الغرامة لمحمود عبد المنعم كهربا. عايز بس أوضح حاجة، إن الغرامة مليون دولار على كهربا ومليون دولار على النادي البرتغالي، كهربا ملوش علاقة بالمليون التانية. النادي الأهلي مش هيسيب لاعب يتوقف أو يعتزل كرة عشان خاطر مليون دولار، مليون دولار دول راتب سنة ونص بالنسبة لكهربا، ولو راح السعودية ولا راح الخليج هياخدهم في 6 شهور، فالموضوع مش معضلة ان النادي الاهلي يدفع وبعدين يخصم من محمود عبد المنعم كهربا. الاخ علي السيسي الصحفي الزملكاوي الشهير بيقول لك على رؤساء الاندية مسؤولية اخلاقية واللجوء للفيفا بدعوة تدخل الدولة في شؤون الكورة. كلام جميل. هل لديك ما يثبت يا استاذ عمرو، يا أستاذ علي، ما يثبت أن الدولة بتتدخل في شؤون الكورة؟ طيب اركن دي على جنب. ليه يا أستاذ علي يا سيسي ما تقولش للأندية أن هي عليها مسؤولية أخلاقية تجاه ما يحدث من حكامنا تجاه ماتشات الدوري وبالتحديد نادي الزمالك؟ ليه يا أستاذ علي يا سيسي محدش سمع صوتك والزمالك بيتجامل مجاملات فجة من الحكام؟ محدش شافك بتهش أو بتنش أو بترفع شماعة تتكلم فيها. عارف ليه؟ لانك زملكاوي، وعمر الزملكاوي ما هيقول حاجه تدين ناديه. والله لو عملته ايه ومعروفه ابصم بالعشره، مفيش زملكاوي هيدين ناديه في اي حاجه نهائيا، الا اذا كان عايز يحقق مصلحه شخصيه او مصلحه اخرى لناديه. هم شطار في ادعاء المظلوميه. طبعا عمرو الدرديلي وتصريحه الشهير في كلاب هاوس موجود لما قال لك احنا بناخد حقنا وزياده، بس احنا بندعي ان احنا مظلومين عشان ناخد حقنا اكتر، عشان ناخد حقنا تالت ومتلت. فهم عايشين على المبدأ ده، انت بتبقى كسبان الماتش وواخد حقك فوق زيادة من حقك كمان 3-4 اضعاف، وتطلع تقول الظلمة، حرام عليكو، حرام عليكو يا ظلمة، انتوا بتعملوا معنا كده ليه؟ ده احنا مصريين يا ابني، ده انت كسبان الماتش اوانطة، انت كسبان الدوري اوانطة في اوانطة. فهم كده شطار في كده. طيب إيهاب أمين عامل حالة من الحرقان، الماجيكو إيهاب أمين، تجديد عقده للنادي الأهلي مسبب حالة من الغليان والهيجان لدى أبناء ميت عقبة. ليه؟ إيهاب أمين عبر الشهور الماضية كان في مفاوضات قوية جدا من النادي المنافس بغية رد الصفعة بتاع الكهرباء، عايزين يردوا الضربة بتاع الكهرباء بأي شكل من الأشكال، إن شاء الله ياخدوا لاعب، يعني لو هنعمل الاقتصاد منزلي وناخد لاعب بالاقتصاد المنزلي مش مشكلة، المهم يردوا موضوع كهرباء. فحاولوا مرارا وتكرارا مع إيهاب أمين إن هم يتعاقدوا مع إيهاب أمين ويضموه مع النادي بتاعه، لكن إيهاب أمين فضل النادي الأهلي عن الإغراءات المالية، فطلعوا إشاعة قال لك الحق إيهاب أمين ضحك على الأهلي وخد 6 مليون في السنة. عايز اقول لك بس معلومة، ودي معلومة من داخل النادي الاهلي، ان ايهاب امين ليس نمبر 1 في العقود في النادي الاهلي، وان النادي الاهلي عنده سقف تعاقدات، وان ايهاب امين هو رقم 3 في الفريق، وان رقم 4 مليون حتى مش موجود في فرقة السلة في النادي الاهلي، رقم 4 مليون مش موجود. ففكرة ال 6 مليون والكلام ده كله ممكن تبقى توتال الثلاث سنين كلهم 6 مليون، لكن زي ما بقول لك انت بتتعامل مع فئة جماهير مدلسة، شغلتهم في الحياة هي دي شغلتهم، هو ما يعرفش يقول الحقيقة، هو لو قال الحقيقة يتحط في كورنر رديء جدا بالنسبة له، لكن هو لازم يدلس عشان يبان مظلوم ويبان ان في مؤامرات معمولة ضده. اعلامنا الجميل المحايد المسكر المحلي وعليه لقطة كريمة ولا حتة كريمة، سكر محلي محطوط على كريمة، محدش فينا سمح حس حد يا جماعة طلع يتكلم عن تمرد زيزو، ولا حد اتكلم عن تمرد فتوح، ولا حد اتكلم عن تمرد الجزيري. على الرغم قبل ما اي واحد من بتوع البليلة يشتم، رئيس ناديك طلع قال عليهم ان هم كده، رئيس النادي طلع قال لك زيزو متمرد، جزيري متمرد، فتوح متمرد،
واللعيبه بتلوي دراع النادي واللعيبه عايزه تركب النادي واللي 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 واللي. فانت النهارده مفيش اعلامي محترم طلع اتكلم في الموضوع ده. ولو في حد يا جماعه قولوا لنا عشان نقول اسمهم. لو في حد محترم تناول هذا الطرح اتوقع ان ممكن يكون هاني حتحط يتكلم، لكن غير هاني حتحط ما اتوقعش. لكن تعال نبص للنادي الاهلي، هو موسيماني هيمشي امتى؟ هو كهربا ضرب موسيماني ليه يا ابني؟ كهربا ده في تركيا. لا بس كهربا ضرب موسيماني يا ابني، انت بتحلم يا ابني؟ ده زيزو هو اللي بيلوي دراع الزمالك وبيتنطط عز. لا 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 لا، بس الواد نكيسوني ده طلع صفقه مش ولا بد على فكره. ومرات موسيماني عماله تجيب اللي هي عايزاه في الاهلي. ايه تاني؟ طب ما فيش حاجه ناحيه الزمالك خالص؟ ما بتشوفش اي حاجه ناحيه لا 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 لا، زمالك ايه وبتاعي، احنا فاضيين للزمالك، خلينا في النادي الاهلي، نهد النادي الاهلي الاول وبعدين نبقى نتكلم على الزمالك. عايز اقول لك النادي الاهلي النهارده طلب الاستاد بالكامل، الساعه الجماهيريه بالكامله، وما حددش الملعب. الكلام ان تم الموافقه او الجهات الامنيه في سبيلها للموافقه على استاد الاهلي والسلام بكامل السعه الجماهيريه حوالي 30,000 مشجع، حوالي 30,000 مشجع في ملعب الاهلي والسلام. كنت اتمنى ان احنا نلعب في استاد القاهره بالسعه الجماهيريه كلها، لكن 30,000 او 35,000 ساعة كاملة لاستاد الاهلي والسلام هتبقى مزلزلة لفرقة الرجاء. ليه؟ لان المدرجات قريبة من الملعب عكس استاد القاهرة الدولي، فالصوت بس اهم حاجة التشجيع من اول ثانية لاخر ثانية ما تبطلش. عايزين المشجعين الحقيقيين في ماتش الاهلي، مش عايزين نغلط نفس غلطة منتخب مصر قدام السنغال، الناس بتوع الشيبسي والسيلفي واللي راح تاكل واللي راح ياكل محشي عنب والحاجات دي، عايزين مشجعي الاهلي الحقيقيين، رجالة التالتة شمال. عايز الملعب كله تالتة شمال يوم المباراة عشان ربنا يكرمنا هنا بنتيجة توصلنا وتسهل لنا مباراة الاياب. سلام عليكم.